عجبك يا فرج؟ انتخبوا ملكة جمال لبنان ومش قادرين ينتخبوا رئيس جمهورية. تعطير. بلش. ملكة جمال لبنان؟ أنا بعرف. لك أحد الماضي كان انتخابات تبع مثل لبنان، شو ما بتعرف؟ انتخابات؟ أنا بعرف. خيي ما بتعرف وأنا مقبور عم خبرك. طلعت المعطرة ملكة جمال لبنان وما عندها رئيس جمهورية تزوره تيهنيها. يا الله. أنا بعرف. اللي ما بتعرف إنه ما في رئيس جمهورية كمان. ما في؟ أنا بعرف. حل عني يا فرج، لو بشرفك في حدا بلبنان ما بيعرف إنه طلعت الملكة وما عندها رئيس تزوره؟ قول ليش ما بتطلع تزور الكرسي؟ الكرسي؟ معقول راسك الكرسي؟ ايه معقول. ليش دخلك؟ شو بتفرق الكرسي اذا كان عليها رئيس او اذا كانت فاضيه؟ انا بعرف.